السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ماتو. طبعا اليوم هذا فيديو مميز مو زي اي فيديو ثاني اقدمه. طبعا هذا اليوم فيديو بمناسبة 100,000 متابع، شكرا لكم من القلب. 100,000 متابع، فسوينا لكم فكرة مرة رهيبة اتمنى تعجبكم. اي عضو قدم بقناتنا من قبل او قدم حاليا يعتبر مقدم راح نحطه بهذا المقطع، حيقدم لكم رسالة شكر وحيقول قصته تقريبا من البداية للنهاية. وفي للاسف عضوين ما قدروا يسجلوا اللي هم انس وتابس، للاسف ما قدروا يسجلوا فمو مشكلة. طبعا حنبدا من اقدم عضو اللي هو ايفل لاجد عضو اللي هو زنجبيل بالترتيب طبعا. فالحين ايفل بيتقدم، بعدها انا، بعدها هكذا لين ما ننتهي لكل عضو. اتمنى عجبتكم الفكره واحسن من فكره 50,000 ممكن، فبخليكم معي. اول شيء السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، اخباركم علومكم. اول شيء حاب اني اشكر اي واحد ساهم في دعم القناه سواء كان بالنشر او باللايك او بالانتقاد حقه الزبدة. فأخيرا وليس آخرا وصلنا لمية ألف مشترك، الرقم اللي كنت أطمح له لسنوات. أوكي لا أبالغ، مو بالسنوات، من عام 2016 قاعد أطمح إني أوصل لذا الرقم. طبعا اللي يعرف أو متابعنا من زمان يعرف إني قد فتحت قناة قبل كذا وصلت فيها 80,000 مشترك، ولكن واحد غدر فيها أو طعني في ظهري والقناة حذفت. والحمد لله الحين فتحنا قناة مرة ثانية وقدرنا نوصل 100,000 مشترك بعد عناء طويل. فأشكر أي واحد ساهم في الدعم القناة أو في النشر، أي شيء سويته سواء كان بالانتقاد أو باقتراحاتك أو حتى في الديسلايك، الزبدة ساهمت أنت في تطوير القناة. وأشكركم من كل قلبي، وأشكر أي واحد مرة ثانية ساهم في تطوير القناة أو في دعمها. وبس أخليكم مع باقي الأعضاء. شكرا لكم، شكرا شكرا من القلب. 100,000 متابع و 100,000 اخ، ما ادري ايش اقول صراحة، ما اعرف اعبر زين. فالصراحة شكرا لكم من جد، ما توقعت ابدا بحياتي كلها اني اوصل 100,000. يعني احس كذا رقم مرة كبير وانا هطف، يعني ما استاهل 5,000، انا ما استاهل صراحة يعني. وشكرا لكم، لولا الله ثم جهود ايفل وعزام وكل اعضاء القناة كان ما وصلنا 100,000 صراحة. اعترف لو اني انا القناة لحالي كان ما وصلت حتى 10,000، يمكن ما اوصل. فلولا الله ثم جهودكم انتم المتابعين وجهود ايفل وعزام وباقي الاعضاء القناة كلهم بدون تقليل اي واحد فيهم، كلهم ادوا، كلهم سووا شغل كبير. حتى لو مثلا مقطع واحد، في اعضاء نزل مقطع واحد طلعوا بالمقطع هذا الواحد، اكيد فادنا كثير، يمكن فادنا مشترك مشتركين، 100 مشترك، 1,000 مشترك، المشترك الواحد يفرق معانا او الاخ الواحد يفرق معانا. فشكرا لكم. طبعا بدايتي بالقناة كانت لما القناة وصلت 30,000، ايفل طر يعطيني القناة فانا صرت المالك القناة، وخلينا القناة فريق. وقتها بدينا القناة كفريق، ودخلت لوست ودخلت عزام ودخلت ريم، دخلنا اعضاء مرة كثيرة، والحمد لله وصلنا 100,000. وان شاء الله ما بوقف القناة لين ما اموت ان شاء الله، يعني ما اموت بسرعة، فما راح اوقف القناة لين ما اموت او ينتهي اليوتيوب او ينحذف اليوتيوب او يصير شيء، يعني ما بوقف الا مصيبة. مستحيل مثلا يوم من الايام اقول لكم يلا خلاص بنوقف هنا، ممكن لا، ما ظنيتي والله، ما في ببالي ممكن هذا الشيء، لانه عاد في 100,000 واحد يستناه ننزل مقطع، فحرام نسحب عليهم. او 100,000 يعني بيستزيد، في ناس كثير مرة تستنانا. معلش لو طولت عليكم والله، ومعلش لو الشكر كان ضعيف شوي، بس والله شكرا من كل قلبي. لا تصلوا على النبي، وخليكم مع الاضواء اللي بعد. السلام عليكم ورحمة الله، معكم لوست. كنت عضو في القناة قبل 6 شهور تقريبا، في وقت كانوا المشتركين 32,000 على ما أذكر. طلعت بعد ما وصل العدد حوالي 40,000. المقاطع اللي قدمتها في القناة ما تتعدى أصابع اليد، فما تلام إطلاقا إذا ما تعرفني. نختصر الكلام ونبارك للمشتركين وأعضاء القناة على 100,000 مشترك. يعطيكم ألف عافية على صبركم ودعمكم المستمر لأعضاء القناة، وأتمنى لكم الأفضل جميعا. ساعة
السلام عليكم، هلا والله بجميع، معكم عزام او عزام سمباي، مقدم سابق في قناة تيفل، وحاب ابارك لجميع اعضاء القناة اللي وصلهم 100,000 مشترك، ولولا الله ثم دعمكم القناة ما كانت راح توصل هذا العدد، فشكرا لكم. وصراحة كانت من افضل التجارب اللي عشتها في حياتي ان اكون عضو في هذه القناة، وحاليا راح اقول لكم قصة دخول لهذه القناة واتمنى انها تعجبكم، فخلونا نبدأ. وكيف دخلت لقناة ايفل؟ بدت القصة كلها من اخويا كان يتابع مقاطع ايفل، ففجأة لقيت في الكومنتات مكتوب انه محتاج اعضاء، واخوي يدري انه عندي قناة ونزل فيها مقاطع انمي وزي كذا، فجاء قال لي ايش رايك تقدم في ذي القناة بيكون شيء حلو. فرحت كلمت ماته وقلت له اقدر اكون مقدم معاكم ولا لا؟ جاء قال لي زحمة وما في مكان وزي كذا. جيت قلت له خلاص ايش رايك تخليني دكة، يعني اذا في احد ما يقدر ينزل انا انزل بداله. جاء قال لي تمام بخليك دكة. فمات ودخلني قروب القناة، وفجأة القى خويي تابز موجود معاهم، وطلع تابز كلم ماتو في نفس اليوم اللي انا كلمته، وصرت دكة. وبعدها جات فترة اللوست عنده اختبارات فما كان يقدر ينزل، وانا صرت انزل بداله ونزل بداله الى ما قال خلاص انا ما بصير عضو في القناة وخرج. ومن هنا صرت عضو دائم في القناة. وهذه قصة دخول لقناة ايفل. وافضل مقطع سويته برأي الشخصي كان مقطع 107 حقيقة عن انمي هانتر اكس هانتر. صراحة عشان ذا المقطع تابعت انمي هانتر اكس هانتر، انا ما كنت متابعه، فاضطريت اني اتابع الانمي عشان اسوي ذي الحقائق، وصراحة كان افضل قرار سويته لانه حاليا من افضل الانميات اللي تابعتها. وصراحة هذا المقطع من اكثر المقاطع المتعبة اللي اشتغلت عليها، وتقريبا حاط 300 صورة في المقطع. واغرب شيء في المقطع انه في ناس كثار صدقوا اخر حقيقة، وانا يعني بعد ما قلت حقيقة وقلت راني امزح فما ادري. وبس اشكركم انكم قبلتوني كعضو في قناة ايفل. مرة ثانية مبروك لايفل وكل الاعضاء الموجودين في القناة لوصولهم 100,000 مشترك. وكان معاكم عزام سمباي، وهي سهلا يا رهيبين، معكم محمد احد اعضاء قناة ايفل 9 وصاحب قناة عشيرة الاوتاكو. ما شاء الله القناة وصلت الى 100,000 مشترك، رقم قياسي وصعب الوصول له في مجال ومحتوى الانمي، وصراحة فرحت. مبروك لنا وشكرا على كل من دعم القناة حتى لو بابسط الطرق، ولولا انتم المتابعين لما وصلنا لهذا العدد من المشتركين. وهدفنا القادم ان شاء الله راح يكون 200,000 مشترك، وراح نسيطر على اليوتيوب. كونيتشوا، معاكم نارين من قناة ايفل سابقا، كيف حالكم ان شاء الله طيبين؟ انا رين. دخلت قناة ايفل او بدأت في مجال اليوتيوب يوم 22 فبراير، كان هذا اول يوم يعني اقدم فيه تقريبا، او اول يوم انزل فيه فيديو لي على اليوتيوب. كان تقريبا دخولي للقناة صدفة، يعني انا كنت اشوف كم مقطع من قناة ايفل، كنت من جمهورها صراحة. كذا فجأة لقيت انه منزلين مقطع وطالبين اعضاء انهم مين بيدخل او مين عنده شيء حلو في الالقاء وشي زي كذا، فالحمد لله يعني دخلت معاهم وبديت معاهم. كان اول فيديو لي يعني كانوا المشتركين 32,000، يب كان 32,000، كان الفيديو عن تصريحات المؤلف اودا او مؤلف ون بيس. كان صراحة اقدر اصنف انه من اسوأ المقاطع اللي سويته تقريبا، لانه بداية يعني ما كانت عندي ذيك الاتقان والمهارة في الالقاء تقريبا او التسجيل، تمام. بس الحمد لله يعني مع الوقت بديت اتطور وصرت انزل في هذا القناة، وصار عندي جمهور الحمد لله. يعني تقريبا الفترة اللي جلست فيها زادوا تقريبا 14,000 مشترك او شي زي كذا. يعني انا طلعت من القناة 15 مايو وكانوا المشتركين 46,000. طلعت من القناة لأسباب خاصة تقريبا، كانت بداية مرة حلوة صراحة. يعني انا هذا القناة اللي بدأت منها والقناة اللي كنت احبها وكنت من جمهورها، اشكر جميع من دعمني فيها صراحة، اشكر جميع من ساهم في تقدمي او تطوري في هذا المجال، واشكر جميع من دعمني في هذه القناة وفي القناة الجديدة. انا يوم طلعت من قناة ايفل ما وقفت صراحة في العمل اللي انا قاعدة اسويه، لاني مرة احبه وحبيت المونتاج وهالاشياء، ففتحت قناة برضو عن الانمي، وان شاء الله مع الوقت بخليها متنوعة، ما ابغى يعني اجلس على الانمي بس.
اسمها ريوغو، حتحصل رابطها في الوصف ان شاء الله. اتمنى انكم تجوني تدعموني فيها. اشكر جميع اللي داعميني في قناة ايفل ولا زالوا يدعموني في قناة ريوغو، يعني مرة شكرا، واهني صراحة نفسي واشكر جميع اعضاء قناة ايفل على وقفتهم معايا وتشجيعهم لي على المواصلة او شيء زي كذا. وبس اتمنى ما طولت عليكم، لا تنسوا تروحوا قناتي يب شوفوها ان شاء الله تعجبكم. ومرة شكرا لنفسي ولكم ولأعضاء قناة ايفل وبالذات ماتو وايفل نفسه. فيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سين صاد انمي او عبد الملك. حاب اشكركم على الدعم الرهيب اللي تقدمونه لطاقم ايفل ناين. صحيح اني خرجت، لكن ما يمنع هذا الشيء اني كنت معكم يوم من الايام في طاقم ايفل ناين. وحاب ابارك لكل الشباب وعلى راسهم نواف اللي هو ايفل ناين وعزام وماتو وبقية الاعضاء وورين كمان اذا ماني غلطان. صح اني شاركت في مقطع واحد بعد انسحبت، لكن سحبتي كانت يعني لضرورة، والى الان ما زالت الضرورة هذه الى الان، يعني الله ياخذ يعني الزبد. يعني الف الف مبروك للقناة ولكل الاعضاء، وانا معكم مع اني خرجت مرة بسرعة في مقطع واحد. فالف الف مبروك للمية الف، وان شاء الله تصلون الى الخمسمية وللمليون والمليونين، يعني لكن تستطيعون تقدرون ان شاء الله وبالتوفيق. كان معكم عبد الملك أو سين صاد انمي، وألف ألف مبروك لطاقم ايفل. السلام عليكم. السلام عليكم، أنا محمد. طبعا دخلت القناة لما كان فيها تقريبا 92 ألف مشترك، و ما نزلت مقاطع كثير، لكن بنزل ان شاء الله مقاطع كثير بعد ما تخلص اختبارات. وحاب اشكركم على وصولنا لمية الف مشترك، فالرقم كبير مرة، وان شاء الله راح تشوفوا مقاطع كثير مني بالفترة الجاية، وشكرا لكم.